5 درهم الحبة. الحبة 100 رخي خلي اخويا. 5 درهم الحبة تبارك الله. سويها شاف شاف شاف. 600 دورو 1500 الدجاج 500 دورو تبارك الله كما كتشوفوا 500 دورو كلشي 500 هذه 500 كلشي 500 500 500 شحال هي ديال الكيلو؟ 400 دورو الكيلو تبارك الله تبارك الله. الكيا اللي كانوا يكيلوا به الزرع سبحان الله العظيم شي حدا الشلال. النهار اللي غاب الشلال وغاب المكيال هزنا الماء. الشباب ديال اليوم محال يعرفوا هذا. ها هو شوفوا واش راه يبان لكم ولا لا. ها هو شوف هذا المكيال كانوا يكيلوا به الزرع جدودنا شحال هذه. وهذا الشلال كانوا عاود يستقبلوا به الضيوف بالنيه والكرم تبارك الله والجود. داك الشيء اللي كان كيحطوا في الطابله يكونوا فرحانين وكل شيء مزيان. اما دابا راه لا اله الا الله محمد رسول الله يمشي يمشي لا اله الا الله. السلام عليكم اخوتي احبابي تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في طريق السوق ان شاء الله. غادي نديروا واحد الجوله هنايا في السوق الاسبوعي تاع مدينه بركان. كما كتشوفوا تبارك الله الخيرات ديال ربي سبحانه وتعالى. هذا هو الخير ديال البلاد تبارك الله. اللهم بارك اللهم صل عليك يا رسول الله. غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الجوله في السوق الاسبوعي تاع مدينه بركان ان شاء الله. وما تنساوش خوتي تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناه. دائما دائما البارطاج والاشتراك في القناه اللي يدخل على جديد. عبد اللطيف القنوري ويلاهم على السوق ان شاء الله. تبارك الله عليكم الخوت. نهار كبير هذا. صباح الخير عليكم. هذا الصباح هذا هذه هي اجواء السوق الاسبوعي مدينه بركان تبارك الله. كما كتشوفوا الدواعي عامره. نمشيو ان شاء الله للسوق الاسبوعي مدينه بركان ونشوفوا الاجواء كي دايره. طبيعه الحال راه عامره تبارك الله. دجاج البياض 1500 الحبه تبارك الله تبارك الله. اللي بغى يفرح الوليدات تبارك الله. لا لا تبارك الله. في سوق مدينه بركان دجاج 1500 الحبه. اجواء السوق الاسبوعي مدينه بركان. هذه اجواء السوق مدينه بركان. دواء عامره تبارك الله. والشمس الشمس حاره. الزلابيه 500 دورو تبارك الله كما كتشوفوا. سوق مدينه بركان. التمر تبارك الله. 500 دورو تبارك الله. جوده عاليه تبارك الله. شوفوا ما شاء الله. الله يحفظك. صباح خير تبارك الله ديال رمضان ما شاء الله. كل وحده الاسم ديالها ياك. تبارك الله صباح خير تبارك الله كما كتشوفوا. الحمد لله. زلابية 500 دورو تبارك الله كما كتشوفوا. 500 دورو كلشي 500 هذه 500 كلشي 500 500 500 دواد يا سلام. لا غير على مسكين مرحبا. 500 500 كلشي 500 كلشي 500 الحمد لله الحمد لله على خير. مرحبا مرحبا. انت سي عزيز. انت اخويا عزيز مرحبا. تحياتي لك. الله يحفظك اخويا عزيز. حاجه زينه طريه شي حاجه مزيانه تبارك الله. تبارك الله الله يحفظك. يا سلام الله يلا لا تكسح القريوش حاجه زينه طريه تبارك الله. هذيك سميتها هذيك الشباكيه. الشباكيه تبارك الله حاجه زينه تبارك الله. مرحبا الله يحفظك. هذه هي اجواء السوق مدينه بركان مع السي عزيز. شحال الحوت؟ 260 300 سردي. السردين 260 تبارك الله. 20 درهم هذا تبارك الله. خير موجود تبارك الله. حاجه طريه يبان تبارك الله. هذه اجواء السوق مدينه بركان. خير موجود تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. انتم تشوفوا الخير ديال مولانا ما شاء الله. شحال هذاك صاحبي؟ 20 درهم. تبارك الله. شحال هذا ديال الكيلو؟ 400 درهم الكيلو تبارك الله. تبارك الله 400 درهم الكيلو ما شاء الله.
خير موجود ما شاء الله. خيرات البلاد 260 تبارك الله. هذه اجواء مدينه بركان، السوق الاسبوعي 5 دراهم الحبه. الرخيخ لي اخويا 5 دراهم الحبه تبارك الله. سوي هنا شاف 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 الحبه 100 تبارك الله تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم بارك. اجواء السوق تبارك الله 5 دراهم الحبه. بصلة 3 دراهم تبارك الله، راها نزلت شويه، كانت غاليه شويه ياك تبارك الله. ديال لافوكا شحال؟ 5 خلا 5 درهم لافوكا 30 درهم اوه كيقولوا له 25 جبانة 160 انا 160 درهم تبارك الله. تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. الحلويات شحال هذا؟ قرانة هذه شحال؟ درهم 30 4 درهم عندك هنا الله. تمر تبارك الله ما شاء الله. الزيتون زيتون انواع الاشكال ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الله. الخير ديال مولانا 10 دراهم شوف شوف تبارك الله. سمحي لي الحاجه ما نصافش تقصبروا الشيبه والنعناع تبارك الله. السكوم اللهم بارك ما نصافش الفول قرنيع الجلبانه البطاطا نعايل سوق مدينة بركان أوقاف زريعال حمص حلويات ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. الله النوقة هاي النوقة هاي الحلويات ديال الأطفال تبارك الله كما كتشوفوا الفرفارد الله يبارك. صباح الخير رائحة زكية تبارك الله والله الا برافو عليك. كاين شي حركة شوية كان شي إقبال شوية مع الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك. الله جبتي سير 500 درهم الزلابية تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله الله. زيت الزيتون ما شاء الله شحال دير هذه القرعة؟ يطرون 70 درهم تبارك الله. وشفنا عندك حتى العسل تبارك الله، هذا العسل هذا ديال التشين ولا ديال منه؟ ديال السدره تبارك الله. هذا كيلو نص كيلو دغموس هذا بشحال تحسب له؟ 20000 ديال الدغموس تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. هي ديال المسكيلاسيو يصلح الكوكوت المقلات شلال. نهار اللي مشى الشلال مشات البركة. يا وليدي البركة داتها لبابو اللي بغى حبابو ينوض لبابو ياك. في السوق تلقى كل شيء، هي الحاجة اللي ما على بالكش بها تلقاها، هي الحاجة اللي ما عمرك ما شفتها تشوفها هنا في السوق. لا تشوف السوايع شتوهم
المقالي والكوكوت كلشي تلقاه من التيرمويات الفناجل كلشي. بصح الحركه شويه ناقصه، التجاره ما كايناش، البيع والشراء ناقصه بزاف. اللي تسولو يقول لك راه الدعوه راه ناقصه. البلاصه هنا ديال الشبكات ديال الفلاحه وديال ميكات، واحد التيرمو زين. الشمس الشمس كاع الناس راها تعاني. بسكليتات هاهما تبغى يفرح الوليدات. هذا هذا زين، هذا وال هذا أجواء السوق مدينة بركان. بلاصه ديال الكسوه السراوال وديال حاجه مزيانه تبارك الله، اللي بغى يفرح الوليدات بالنسبه للعيد ورمضان. اي واحد سبيرات وزينه هذه السوق ثلاث. ادوات ديال الفلاحه، سيزو مارطو بنس ملاسات. نفس السوق ديال البركان كلشي تبارك الله موجود، حاجه اللي تقلب عليها موجوده. بغيت الحوايج ديال البلاستيك، بغيت الحوايج ديال الجلد، بغيت المقالي، بغيت المقارج، كلشي موجود الحمد لله. التجاره شويه راه طلبوا الله يسهل الامور للجميع. هما الحوايج ديال التريسيان وديال ها انتم تشوفوا البرارد شوفوا كلشي بوطا كلشي تلقاه هنا. الميكيال عقلتوا على هذا الميكيال اللي كان يكيلوا به الزرع شحال هذه. ها هو انت تشوف الصينيات مولينيكس والله التعميره ديال الماس زينه هذيك واعره كاع. هذوك الزوج ديال التيرمويات اشحال اولدي هذا مولينيكس خلاط. الحمد لله الله يلا الخير موجود تبارك الله. هذا الشيء كلشي ديال الخارج، كلشي ديال الخارج شي حاجه اللي متينه تبارك الله. كوكوت هادي ديال الخارج، طباصه فناجل الماس كلشي كلشي ديال الخارج. ما كانش حاجه اللي تصدى ولا الحاجه اللي تخاف بها تضرك ولا كلشي تبارك الله شي حاجه اللي متينه ما شاء الله. ها انتما تشوف سوق ثلاث مدينه بركان. ودائما بارطاج وما تنساوش الاشتراك في القناه ان شاء الله باش يوصلكم دائما الجديد. مع عبد اللطيف القنوري وتحياتي لكم. ورحنا عاد هنا كندورو في السوق بيكيا اللي كانوا يكيلوا به الزرع سبحان الله العظيم. شي حدا الشلال، النهار اللي غاب الشلال وغاب الميكيال هزنا الماء. الشباب ديال اليوم محال يعرفوا هذا. ها هو شوفوا واش راه يبان لكم ولا لا. ها هو شوف هذا الميكيال كانوا يكيلوا به الزرع جدودنا شحال هذه، وهذا الشلال كانوا عاود يستقبلوا به الضيوف بالنيه والكرم تبارك الله والجود. داكشي اللي كان كيحطوا في الطابله يكونوا فرحانين وكلشي مزيان. اما دابا راه لا اله الا الله محمد رسول الله كلشي مشى لا اله الا الله. الدرهم السكوش كاين 10 درهم وكاين 2 درهم وكاين درهم. ديال الودنين 2 درهم، البرايد 2 درهم، الليكويات 100، الكراباط 10 درهم، السيبورات 10 درهم. المندف البلاستيك ديال البسكيت كاين 160. شحال؟ المندف ديال الفير انا عرفتوه 160. الله يلا شكال 10 درهم. الدور هنا في السوق تلقى شي حوايج تعرف يضحكوا يا صاحبي. الفطار ديال اللي كانوا يكتبوا فيه شريته لبنتي انايا كانت تكتب فيه زين. هذا انسان شاه البنت ديالو ولا الولد ديالو تعلم فيه الكتابه مزيان. هو ديال الفرنسي عاود حتى هو ديال الفرنسي تعلموا الحروف ا بي سي دي. هذا الكولا، هذه الكولا هذه واعره. هذه التمر تبارك الله بجوده عاليه ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله. شحال دير هذه؟ 460 تبارك الله.
ويلا دخلت اوليدي بارك الله 5 دراهم الحبه خير موجود تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله الحمد لله على خيرات البلاد اللهم بارك اللهم بارك يا رب العالمين.